بزاف ديال المغاربه كيظنوا ان ميريكان غاليه من ناحيه ديال المعيشه. شفتوا القنيه هذه دايزه اي من ناحيه ديال المعيشه بالنسبه للحوايج وبالنسبه للماكله. اليوم غادي نبارطاجي معكم الراي ديالي وبعض الحوايج اللي مهمه بالنسبه للمغاربه اللي اول مره غادي يجيو الميريكان غادي يستافدوا، لانهم هما اللي كيكونوا في الاول عندهم مشكل في الفلوس، اي خاصو يزير شي شويه القضيه باش يجمع شي شويه ديال الفلوس، باقي الله كيقلب على خدمه السكن الى اخره. اذا هاد الحوايج هادو مهمين بالنسبه ليه. اما شخصيا انايا ما عنديش مشكل، ولكن من الناحيه الماليه ما عنديش مشكل، غير انايا ولفت انني كنقتصد، سميوها تزقريم سميوها كما بغيتو. اذا غادي نشوفوا جوج ديال الحوايج، غنشوفوا الحوايج الملابس وغادي نشوفوا الماكله والطرق كيفاش نديروا لها. غادي نوريكم الطريقه الاولى ديال الملابس. بالنسبه للملابس كاينين جوج ديال الطرق، كثرت عليكم بالطرق. الطريقه الاولى هي تشري الحوايج في ميريكان في الوقيته اللي كيكونوا فيها تسمو بالاوف سيزون. مثلا في الشتاء كتشري حوايج ديال البرد، وفي الوقيته ديال البرد كتشري حوايج ديال الشتاء. وفي هذيك الوقيته هما يا كيبغيو يحيدوا ستوك ديالهم وكيبيعوه ب 70% قل من الثمن ديالو، وبعض المرات 80% بقل من الثمن ديالو. اذا انت مثلا كنت غادي تشري واحد جاكيطه مثلا ديال الثلج وماركه نورث فيس الى اخره، في بعض الاحيان كتلقى بواحد البري هابط بزيد، هي كدير 1000 درهم انت كتلقى بعض المرات ب 200 درهم مغربيه. هذا من ناحيه ديال الملابس، اي انك كدير الاوف سيزون، هذه الاولى. الحاجه الثانيه هو انك كتقلب على الايفنتس. نعطيو مثال في الوقيته ديال مثلا كريسماس، مثلا راس، ماشي راس السنه ولكن العيد الميلاد ليسوع واقيلا بالعربيه ولا المهم كريسماس نتوما تعرفوها. في هذه الوقيته هذه كل شيء كيكون غالي، قبل من كريسماس كيكون كل شيء غالي، من بعد من كريسماس حيت هذاك قبل من كريسماس كل شيء كيشري دوك الجيفتس، اي الهدايا الوالدين ديالو الاصدقاء الى اخره. هادو امريكانيين اللي مسيحيين، ولكن بالنسبه للمغاربه ما خاصهمش يشريو في ذاك الوقيت لان كل شيء كيكون غالي. افضل توقيت للشراء بالنسبه للكريسماس هو من بعد كريسماس، فاش كيسالي كريسماس بزاف ديال الحوايج كيكونوا ارخاص، لان عاوتاني باغي نحيدوا ستوك لان سالا كريسماس، خاصو يجي واحد العيد اللي موراه، وهذاك العيد اللي موراه هو اللي غادي نجيبوا ليه ستوك. واذا في ديك الوقيته كيحيدوا، وفي هذيك الوقيته هي احسن توقيت بانك تشري الملابس وتشري كاع داك الشيء اللي محتاج من الكترونيكس الى اخره. حاجه واحده اخرى هو البلاك فرايداي. البلاك فرايداي في ميريكان كاين ديال بصح فري، وسايبر مانداي ديال بصح. شنو كنقول ديال بصح؟ حيت للاسف في المغرب بلاك فرايداي بحال هاي كذبه. دابا هي كدير 100 درهم كيديروا لها هما كانت دير 500 درهم وهبطنا درنا لها 100 درهم، كيكون شي شويه ديال التخلويض. هادشي اللي شفت انا من ناحيه ديال بلاك فرايداي في المغرب، ولكن في ميريكان بلاك فرايداي ديال بصح الالكترونيكس كيهبطوا بثمن كبير الى اخره. اذا هاد الوقيته هادي ديال بلاك فرايداي وسايبر مانداي هادي هي الوقيته اللي تتقدى فيهم داكشي اللي يحتاج انت في السنه. قلنا كريسماس وقلنا الايفنتس، قلنا الحاجه الاولى هو اوف سيزون اي خارج الموسم، الصيف الشتاء البرد الى اخره. والحاجه الثانيه هو الايفنت بحال كريسماس، والحاجه الثالثه بلاك فرايداي ومانداي، والحاجه الرابعه هو انك قلنا ابلاتي انا راه كنتلف تستعملوا الكوبونز. في ميريكان كاين واحد الحاجه كتسمى بالكوبونز، هذه تقدر تستعملها في الماكله وتقدر تستعملها حتى في الحوايج. الكوبون على حسب الشركه، نعطيكم مثال بسيط. كاين واحد الشركه ديال الادويه سميتها سي في اس، هاد الشركه ديال الادويه كتبيع حتى الماتيريال وكتبيع الماكله كتبيع بزاف ديال الحوايج. الا دخلتوا للسيت وتيليشارجيتوا لابليكاسيون كتعطيكم بعض المرات دي كوبون. ولا كنتم مهتمين بهذا الموضوع ديال الكوبونز غادي ندير عليه فيديو ونشرح لكم فين غتلقاو الكوبونز. الكوبونز هو عباره على واحد التخفيض او ديسكاونت اللي تقدر تستعمله في المتجر ويهبطوا لك واحد 25% 50% على حسب البرودوي، على حسب بزاف ديال الحوايج. اذا هذه حتى هي مساله مزيانه، هذه اللعيبه ديال الكوبونز. اللعيبه ديال الكوبونز راه ديرها في الحوايج وغادي ديرها حتى في الماكله، تقدر تستعملها في الماكله. مثلا فود سيري كل مره كيديروا واحد الكوبون ديال 10 دولار كل ما كتخسر 100 دولار. انت اصلا كتمشي تقدا داكشي اللي كتحتاجه الشهر كامل او السيمانه او هذه، وبعض المرات كتقاس 100 دولار، الا قسيت 100 دولار هي عندك 10 دولار فابور، وانت اصلا ماشي غادي باش توصل 100 دولار، انت اصلا كتوصل 100 دولار عن طريق داكشي اللي كتشري، اذا غتربح 10 دولار فابور في هذه المساله هذه. عطيتكم غير اكزومبل ديال فود سيري. هاد الحوايج هادو عرفتي شحال كينقصوا لك ديال المصاريف؟ راه بعض المرات راه كتنقص حتى 50% ديال المصاريف الشهريه ديالك عن طريق هاد الافكار هادو اللي بارطاجيت معاكم
في هذا الفيديو هذا. ولا كنتو بغيتو الديتيلز تصيفطوا لي في الكومنت، قولوا لي انواع ديال الحوايج اللي بغيتو تستافدوا، واش الحوايج، واش الماكله، شنو هو اللي مهم بغيتو تخفضوا الاثمنه ديالو، ومره مره نبارطاجي معكم القوالب كيفاش تنقصوا هذه المواضيع هذه. غنعطيكم عاوتاني بارطاجي معكم واحد الحاجه درتها مؤخرا، هو ان وهذه غنزيدوها عاوتاني على الاخرين، هما المتاجر اللي كدير افلاس. من بين المتاجر اللي كدير افلاس كانوا دارتها جوين جوين جون، هذه محسوبه على ديك سبورتس. كنت خديت فيها واحد السبرديله هذه ذاك العام، ولكن هذا العام هذا خديت حوايج من اوف برودواي ستور، وغادي نبارطاجي معكم. هانتوما شوفوا هذا الفيديو هذا اللي غادي نبارطاجي معكم، شحال تقاموا عليا وشنو درت. هذا هو ستور اللي دار افلاس، وكما كتشوفوا هنايا غنوري لكم، ها هو كاتبين هنايا this location will be closed. سو غادي يسدوا هاد البلاصه هادي. هادشي علاش الحوايج هنايا ولا الصبابط هنايا كلهم ارخاص، واصلين حتى ل 5 دولار بعض المرات. اوكي سو هذا هو الحانوت من الداخل كما كتشوفوا خوا، لانه غايدير فايت، وبقاو غير هادو اللي هنا. وغادي نوريكم الاثمنه والسبرديله، بحال دابا هاد السبرديله هادي اللي غادي ناخذ، نوريكم الثمن ديالها. هادي سكيتشرز تتقلبوا عليها، سميتها ديليكس ووكر، شوفوا الثمن ديالها 55 مقسومة على جوج، غادي تجينا تقريبا شي 28 دولار، 28 دولار هاد السبرديلة هادي، قل من 300 درهم. ولكن إلا خديتي جوج منها، دابا أنايا راه لبست وحدة تنتيستيها، إلا خديتي جوج منها كتقام عليك بقل تانية بقل من 50% ديال 50%، إذا غتقام بواحد 100 درهم حتى 150 درهم السبرديلة التانية. تخيلوا معايا دابا هادي دايرة 100 درهم، 100 درهم فري فانس ديال بصح ب 100 درهم. شوفوا معايا دابا هاد السبرديلة 11 دولار، لا قسمنا على جوج جاتنا 6 دولار، 12 تقريبا، 66 درهم هاد السبرديلة هادي. إخوان هادو هما السبرديلات اللي غادي يبقاو عندي، ولكن في التوتال أنا شريت تقريبا 26 صباط وسبرديلة. هاد 18 غادي يتباعوا، وهاد 8 غادي يبقاو، نوريكم شحال كل واحد. هادو بعدا تيستيتهم، هادو كيلبسوهم شويه وايت بيبل، تيستيتهم حقرتهم، تيستيتهم عرفتي واحد الراحه راه ما يمكنش. ريف هادي فانس، نقول لكم الاثمنه، هادي قامت تقريبا مشي 3 دولار، هادي تقريبا مشي 24، كاين عجبتني وغادي نشرح لكم البان ديالها. هادي 5 دولار، هادي 10 دولار، 5 دولار، تتقلبوا عليهم في الانترنت تشوفوا شحال دايرين. سندارا فانس 4 دولار، 4 دولار، وهاد سكيتشرز هادي، هادي 10 دولار. صافي هادشي كامل ما عرفتش شحال دابا تقام، ولكن تقام عليا فابور. علاش؟ لان هادوك 18 السبرديله غادي نبيعهم باثمنه مزيانه اللي غادي تخليني هادو كاملين يكونوا مقيمين عليا فابور. شو على بلان كي داير. المهم هاي السبرديله كما كتشوفوها دي لاكس ووكر، شتو والثمن بتاع خديتها 13 دولار. هاي دي لاكس ووكر بحال كدير 55 ديسكاونت ديال 50% ناقص 14 ناقص 28، المهم وصلناها ل 3000 ريال، قل من 3000 ريال. دابا هادي داير تشري قل من 3000 ريال، سكيتشرز قل من 3000 ريال، شي حاجة واقيلا مزورة.